خليني اكلمك على حاجه، ارفع الاسعار زي ما انت عايز، انا ما عنديش مشكله خالص على فكره، مش لاني غني لكن لاني بس بطلب العقل. ارفع خدمات الاسعاف زي ما انت عايز، يا رب تعملها ب 10,000 جنيه، لكن سوري كلمني الاول على كفاءه خدمه الاسعاف عند المصريين، كلمني على كفاءه الاسعاف نفسها كعربيه وكمسعفين عند في 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 مصر الاول، قبل ما ترفع السعر قول لي ايه كفاءه العربيه وقول لي ايه كفاءه المسعف. كفاءه العربيه اول تعليق من الصحه هو في 2018 على استخدام سياره اسعاف في نقل عفش، دي كفاءه العربيه اللي عايز ترفع سعرها؟ بالله عليك دي كفاءه العربيه اللي حضرتك عارف يعني ايه بتنقل عفش؟ يعني ما فيهاش اجهزه، يعني العربيه من جوه فاضيه. على فكره العربيه جديده اهي العربيه، واللي بينقل المسعف. على كل حال يعني كلمني عن ده، كلمني عن الحقيقه اهمال هيئه الاسعاف، كلمني عن التدريب بتاع المسعفين عاملين ازاي، كلمني عن لما بيوصل حاله طارئه للمستشفى مش ده اللي بيحصل، كلمني عن ده. ادي عربيه، ادي عربيتين، ثلاث عربيات، اربع عربيات، خمس عربيات، وما فيش سواق يطلع بيه. قبل ما تكلمني عن انك انت عايز الحقيقه تزود خدمات الاسعاف، قول لي ايه هي خدمات الاسعاف، وما تعملش المشهد القديم اللي عمله عادل امام في مسرحيه شاهد ما شافش حاجه لما قال انا خفت على التليفون على العده فقلت ادفع وانا اصلا ما عنديش تليفون. بتتكلم على انك انت كل كيلو هيبقى بكذا وهتزود بسعر الكيلو كذا. كلمني على الاسعاف لما الحقيقه بتتحاصر داخل المرور في مصر وملهاش اصلا حاره تمشي فيها زي ما شفنا كده او زي ما هنشوف كده. المريض اللي في العربية دي أو أهل المريض ده إن شاء الله يعني يكون بخير، أهل المريض ده هيدفعوا عن كل كيلو واقف هو في إشارة المرور؟ كلمني عن الطرق اللي ماشية فيها عربية المرور أو عربية الإسعاف اللي مفروض توصل بأقصى سرعة لمكان المستشفى أو لمكان الإسعاف. كلمني عن العربية بتاعت الإسعاف اللي اضطرت تطلع على الرصيف في أحد شوارع القاهرة عشان الحقيقة يعني تحاول تنجز زي كده. شايفة سيارة الإسعاف مفيش تعاون من يعني حضرتك يا فندم انت شايفه يعني. فحضرتك يا فندم ده بتبقى تاخير على المصفى، ارجو من المواطنين ان يعني يساعدونا في حاجه زي ديت، لان احنا بنعاني من حاجه زي ديت في الايام الراهنه. برضو ارجوك كلمني، انت بتقول اسعاف بين المحافظات، كلمني كده على الاسعاف لما بتعمل حوادث على الطرق الكبيره ما بين المحافظات زي الخبر ده كده، مسرع سائق سيارة إسعاف وإصابة أربعة في حادث تصادم بصحراوي أسوان. الحقيقة هي دي الإسعاف اللي أنت عايز ترفع خدماتها؟ هي دي؟ خلوني أحكي لحضراتكم قصتين على السريع قوي. أول قصة ليا قريب مات داخل عربية إسعاف وبيتنقل من البلد لحد القاهرة، عبال ما وصل لحد المستشفى هو الشاب كان مات، لأن الإسعاف جت على الطريق عند المانيال والإشارة كانت نيلة، أربع ساعات في الإشارة، لما وصل المستشفى الدكاترة قالوا ده مات. دي القصة.